قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فقد ذكروا في كتب التاريخ أن امرأة مسلمة كانت في السوق فكشف بعض اليهود عن عورتها بأن علقوا ذيل ثوبها، فلما انكشفت عورة المرأة صرخت بالنداء الاستغاثة المشهور وقالت ومعتصمة. فسمعها رجل من المسلمين لا يمت إليها بسبب لا بنسب ولا بقرار، فعزم على أن يوصل هذه الصرخة إلى المعتصم. فدخل عليه، وهذه القصة لها يعني ألفاظ. فدخل هذا الرجل على المعتصم وفي يده كوب ماء، كان يريد أن يشرب، فقالوا إن رجلا بالباب، قال أدخلوه. فلما دخل قص عليه الحكاية أن رجلا يهوديا علق ذيل ثوب امرأة مسلمة فانكشفت عورتها فقالت ومعتصمة. تقول بعض الروايات أن المعتصم وضع كوب الماء من يده على المنضدة ونادى حاجبه وقال احتفظ بهذا الكوب حتى أجيء، ثم جرد الجيش العرمرم وغزا عموريا. وفيها أنشد أبو تمام قصيدته المشهورة: السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد والنهي. الذي أريد أن أقوله بعد سوق هذه الحكاية أن أي إنسان كان ولو كان مجهولا ولو كان لا يعرف بنسب ولا بشرف ولا بقبيلة قوية،
هذا الإنسان إذا انتمى إلى أمة قوية عز بها. ولو أتيت بأعز الناس وأشرفهم وأشدهم عبقرية كما يقال وينتسب إلى أمة ضعيفة فإنه يشرب كأس الهوان. هكذا الأمم القوية يشرف أفرادها وإن كانوا مغمورين تافهين لأنهم استظلوا بظل دولة قوية. ذكرني هذا بأول قصيدة بدأ بها أبو تمام ديوان الحماسة، يجسد فيها هذا المعنى. رجل أغارت عليه أو أغار عليه رجال من قبيلة ما وأخذوا إبله، فلما ذهب إلى قبيلته يستنصرهم ويقول لهم هبوا معي حتى استرجع الإبل، لم يجد أحدا يجيب صراخه، فقال لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بل اللقيطة من ذهل وشيبان، إذا لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا. قوم إذا الشر أبدى ناجديه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا. أبيات تعبر عن حقيقة ما آلت إليه الأمور في أمتنا المسلمة، لا أقول في مصر وحدها ولكن أقول في جنبات الأرض. تعلمون من أذل الناس؟ من الذي يتجرع الذل بكل ذرة من ذرات بدنه؟ الشريف العزيز عندما يذل، الذي ذاق طعم الشرف عندما يذل. وفي المثل ارحموا عزيز قوم ذل. لماذا مثلوا بهذا؟ لأن من ذاق العز والشرف لا يتحمل الذل. أليس عجيبا أن يستدير الزمان ثم يأتي علينا بكلكله ويذوق الشريف الذل فلا ينتفض ولا يشعر أنه ذليل؟ ويقال له إذا أردت أن تستعيد عزك مرة أخرى فدونك هذا تمسك به فلا يرضى. إننا في حالة شديدة، وأنا كالنذير العريان أتبع خطوات النبي عليه الصلاة والسلام، وأقول لكم كما قال لقومه قديما أنا النذير العريان. كلنا القاصي والداني، الكبير والصغير، الذكر والأنثى، إذا جلسنا في مجالسنا نشتكي من الهوان
ونشتكي من الذل. ذكرني هذا أيام دعا مصطفى كامل إلى بناء الجامعة الأهلية، هي جامعة القاهرة، وندب الشعراء والكتاب أن يكتبوا للناس يحمسوهم. فمن جملة من كتب تحميسا لبناء الجامعة الأهلية في ظل الاستعمار الشاعر حافظ إبراهيم، له قصيدة طويلة أريد منها بيتين. خلاصة القصيدة أنه لما دعا إلى بناء الجامعة الأهلية التي تدل على الانتماء للوطن في ظل الاستعمار، مثل للمتحمسين الذين لا يعملون، يصرخ ويتحمس لكنه لا يعمل ولا يبذل، بقصة رجل له كلب، وكان بينه وبين الكلب صداقة وصحبة، وأتى وقد هذا الرجل يعني حمل على يديه صف من الخبز، والكلب يتلوى بجانبه، فمر به جماعة قالوا: ما لكلبك يا فلان؟ قال: يقضي نحوه سغبا، روح بتطلع لأنه جائع. قالوا: وقد أبصر الرغفان زاهية، هذا الدواء، فهل عالجته؟ فأبى. وقال لهم: لهذا الحد لم تبلغ مودتنا، يكفي بأن يراني عليه اليوم منتحبا. كفاية عيط عليه، لكن العلاقة بيننا مش قوية لدرجة تدل الرغيف. أرجو ألا يكون واقعنا هكذا بعد سماع الكلام. نحن أمراضنا كلها التي تزخر بها مجالسنا تتلخص في داء واحد فقط، أنا لا أعد ثانيا بجانبه، وهذا الداء هو الذي أهلك أهل الكتابين من قبلنا، هلكوا بكلمتين وعز الصحابة بكلمتين، بل هلك أهل الكتابين بكلمة وتسنم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذروة الشرف بكلمة. قال اليهود: سمعنا وعصينا، وقال الصحابة: سمعنا وأطعنا. بس داؤنا كله يتلخص في هذه الكلمة. لما نزلت خواتيم البقرة كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لله ما في السماوات والأرض وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. لما نزلت هذه الآية جاء الصحابة فباركوا على الركب وقالوا: يا رسول الله، أمرنا بالصلاة وبالصدقة وبالجهاد، ففعلنا، ولكن جاءت التي لا نستطيع، لأنهم كانوا عربا أقحاحا، لم يكونوا ممن تلوثوا بالعجمة، لا سيما عجمة الفهم، فكانوا يعرفون معنى الكلام: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله.
معنى الآية كل خاطر سيء يمر ببالك تحاسب عنه كأنك فعلت. من الذي يستطيع أن يحمل وزر هذا؟ الصحابة أنفسهم كان يردو على عقولهم أشد من هذا. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قائلهم يا رسول الله إنه لا يرد علينا الشيء في ذات الله لأن يخر أحدنا من بعد أيسر عليه من أن يتكلم به. ما يسمى بالوسوس القهري، يأتي فيشكك في ذات الله أو يقول لك ربنا كيت وكيت 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 من الصفات القبيحة التي يستنكف منها بنو آدم. هذا كان يعرض للصحابة، وده معنى الكلام لأن يخر أحدنا من بعد من السماء وينزل على الدور رقبته أهون عليه من أن يتكلم بهذا. فقال عليه الصلاة والسلام أقد وجدتموه؟ ذاك صريح الإيمان، الشيء الصريح هو الخلاصة، كأنما قال هذا خلاصة الإيمان. خلاصة الإيمان أن يجي لك الشك ده يوضح هذا، دي رواية مسلم، يوضحه رواية أحمد قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. لماذا كان صريح الإيمان؟ لأن الإيمان هو الذي حجز قلبك أن يعتقد وحجز لسانك أن يتكلم. لولا أن عندك من الإيمان ما يصد هذا ما استطاع. إذن هي وسوسة. كان هذا يعرض للصحابة، فبمقتضى الآية لو أن أحدا خطر بباله أن يقتل جاره أو أن يزني بحليلة جاره أو أن يشرب الخمر أو أن يفعل أي موبقة من الموبقات، معنى الآية سيحاسب عليها كأنه فعلها. أليس شيئا شديدا رهيبا لا يتحمله أحد؟ لذلك انزعج الصحابة وجاء قالوا أمرنا بالجهاد، أمرنا بالصدقة، أمرنا بالصلاة، فعلنا لم نعترض، لكن هذه لا نستطيع أن نحملها. فقال عليه الصلاة والسلام أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوها. قال أبو هريرة رضي الله عنه فذلت بها ألسنتهم، ذلت أي صارت كلمة ذلولا، سهل عليهم أن يقولوها، لم يعترض أحد، قالوا سمعنا وأطعنا. الواحد يقول ما أيسر هذا، قل سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، تقيلة دي، صعبة دي. واحد يقول لك إيه فضل الصحابة فيه، عشان أبو هريرة يقول ذلت بها ألسنتهم، ما فضلهم فيها؟ قل لا إله إلا الله، سهلة ولا صعبة؟ إذا قيلت لمحتضر سهلة ولا صعبة؟ من أصعب ما يكون من لم يجعل لا إله إلا الله منهج حياة وعاشها بكل ذرة في بدنه وكل دقيقة من وقته لا يقولها، لا يذل لسانه بها مع سهولة أن يقولها كل أحد. قولوا سمعنا وأطعنا فذلت بها ألسنتهم. فلما قالوها نزلت بعدها آية الرخصة،
وجعل الله عز وجل الجزاء على ما اكتسب بالجوارح وليس على مجرد ما يدور في الخاطر. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. صارت المسألة مربوطة بالعمل وليس بمجرد أن يرد الخاطر على ذهن الإنسان. إذن عز الأمة كلها كلها في كلمة أطعنا. كنت في محاضرة سابقة من هذا الجزء الثالث من سلسلة دروس الانقياد، كنت أقول مشكلتنا في كلمتين، الآن صارت مشكلتنا في كلمة وليست كلمتين. تعرفون لماذا قاتلت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلت الرجال أشراف وعرضت نساءها للأسر وأنفقت أموالها ما استطاعت حتى لا يقولوا لا إله إلا الله؟ ما أهون هذه الكلمة على اللسان؟ ما أيسرها على اللسان؟ استغفر الله، ما أيسرها على اللسان؟ لكنهم كانوا يعرفون ما معنى لا إله إلا الله، حتى يرضى الشريف أن يذل وتؤسر امرأته ويؤخذ ماله ولا يقوله. معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا النداء الرسمي لدين الإسلام الذي تسمعه في اليوم 5 مرات معناه في كلمتين، لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق سوى الله، محمد رسول الله تتمة الشهادة، ولا متبوع بحق إلا النبي عليه الصلاة والسلام. لا شريك لله تبارك وتعالى في العبادة، ولا شريك للنبي صلى الله عليه وسلم في الاتباع. لا يجوز أن تضع في مقابله أحداً كائناً من كان، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر الذي عليه توزن الأقوال والأفعال. وقد أدب الله عز وجل المؤمنين قبلنا فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقولوا حتى يأمركم، لا تقولوا حتى يقول، ولا تفعلوا حتى يأمركم. وأدبهم فقال لهم لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. أخذها الصحابة على عمومها وظاهرها ولم يجعلوها مرتبطة بحياة النبي عليه الصلاة والسلام، بل جعلوها أيضا بعد وفاته. في صحيح البخاري من حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه قال كنت نائما في المسجد يوما، يعني مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فحصبني رجل أي رماني بحصى، فالتفت فإذا هو أمير المؤمنين عمر، قال ائتني بهذين، فجئته بهما، قال من أين أنتما؟ فقال نحن من الطائف، قال أما لو كنتما من المدينة لأوجعتكما أترفعان أصواتكما في مسجد النبي؟ فحمل عمر الآية على عمومها، وكذلك حملها مالك لما خاطبه الرشيد
في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والرشيد ده أمير المؤمنين، فعلى صوت الرشيد وهو يكلم مالكا، وكان أهل العلم قديما قوالين بالحق، فقال له: يا أمير المؤمنين، لا ترفع صوتك على صوت النبي. فخفض الرشيد صوته، أيها الإخوة، أهذا شر أم الذين يتركون قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول غيره، ينصرفون عن قوله إلى قول غيره؟ إذا كان مجرد النهي عن رفع الصوت عليه بعدما مات، أيجوز لمسلم مس الإيمان قلبه أن يترك قوله صلى الله عليه وسلم ويتقمم الأقوال الأخرى من على موائد البشر؟ هذا ما صار إليه حال أمتنا، وهذا هو الذي ضرب علينا الذل والهوان. فأنا أقول لك أيها الشريف الذي يعاني غصص الذل، دونك هذا الشرف، خذه. إن الجيل الأول لم ينتصر صدفة، ولم يملك العالم هكذا، لا، ملكه بهذه الكلمة. لم يمر العالم قديما بفترة جاهلية مثلما كان العرب في قريش. صور ثلاثة من الصحابة حال العرب في الجاهلية قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. أولهم جعفر ابن أبي طالب، وروى هذا الإمام أحمد في مسنده بسند حسن. لما هاجروا إلى الحبشة عند النجاشي، وأرسلت قريش عمرو بن العاص وابن أبي ربيعة إلى النجاشي حتى يسلم هؤلاء الهاربين إليه. وذكر الحديث وفيه أن عمرو بن العاص قال للنجاشي: هؤلاء مجموعة من الشباب أتوا بدين جديد وسفهوا آلهة آبائهم وأعمامهم وأخوالهم، وهي نابتة سوء فرت من عندنا وأظلت في مملكتك، فنحن نريد أن تسلمهم إلينا. فآباؤهم وأعمامهم وأخوالهم أعلى بهم عينا وأدرى بهم. النهاردة في الانتربول واحد يهرب من الظلم، الدول متفقة مع بعضها يسلموه. العرب مع كفرهم كانوا أشرف منه. طبعا عمرو بن العاص كان النجاشي صاحبا له من قبل، أتى بهدايا كثيرة وبجلود من مكة، كان النجاشي يحبها، واختطوا خطة محكمة، طبعا تدبير عمرو بن العاص. قال لهم إيه؟ أول ما ندخل لا ندخل على النجاشي، بل ندخل على البطارقة البطانة، نأكلهم الأول ونشرح لهم القضية،
هؤلاء شذاذ الآفاق، خطر جدا على مملكتكم. وادي قرشين وهدايا مالت قلوب البطارقة الأول، عشان كده البطانة اللي حول أي حاكم هي أخطر من الحاكم. حاكم في الآخر بصمجي يوقع، البطانة تشتغل والحاكم يوقع في الآخر، ليس لهم الأمن. ده واحد محبوس في المكة، والحاكم يطلع يعني واحد محبوس في مكة يعرف أحوال الدولة بالتقارير التي توضع على مكتبه، هو عنده إيه غير كده؟ فإذا جاءت التقارير مضللة بيتخذ القرار. لما أكلوا البطارقة دخلوا على النجاشي، وكما قلت لكم عمرو العاص كان صاحبا له. فالمهم قال له الوضع كيت وكيت وكيت، فقال النجاشي لا هيم الله، لو الله العظيم لا أسلمهم إليكم حتى أسمعهم. شوف الأول أنتم حقين ولا لا، قوم نزلوا بأرضي واختاروني على من سواي ورضوا بجواري أسلمهم بدون أن أسمعهم؟ طبعا لا. فأرسل إليهم، قال أم سلمة راوية الحديث ولم يقع بنا مثلها، هنقول له إيه لو عرف أن إحنا بنقول أن عيسى بن مريم عبد، وهيعرف أن أقول درجة النصران يقول بالتسليس، إذا خالفنا دينه، إذا حيسلمنا لهم. طب يلا نعمل إيه؟ نشتغل سياسة، ها؟ يلا نشتغل سياسة. مبادئ القديمة بتاعتنا مش عارفين نقولها، ليه؟ ليس لها سوق. نلعب سياسة بقى، نلون في الكلام ونلف وندور ونتبنى مذهب الدكتور محمود فوزي. دكتور محمود فوزي هذا رجل دبلوماسي كان وزير خارجية مصر أيام عبد الناصر، قال الذين تناولوه في مذكراتهم إنه كان بيتكلم 3 ساعات وتسأل نفسك في الآخر هو عايز يقول إيه. هي دي الدبلوماسية اللي بتحل ولا بتربط، التي أفسدت العالم الآن. الأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي، عمرهم فكوا حاجة للمسلمين؟ لا، ما يفكوش حاجة. ونحن نشعر بالانزعاج إزاء ما يحدث، وسنتواصل ونتكاتب، ولا زالت الجهود الدبلوماسية شغالة. 3 ساعات وما تعرفش عايز يقول ايه. نلعب سياسة. وتشاورنا فيما بيننا ماذا نقول، فقال جعفر سنقول ما قال لنا نبينا وما أنزل علينا ربنا كائنا في ذلك ما يقول. إذا خرجت من دارك استوت الأرض كلها أمامك. هتبكي على إيه؟ هيطلعوك من الحبشة، هيودوك الكاميرون، إيه الفرق؟ هيودوك في ذيل إفريقيا، إيه الفرق؟ هينفوك في كندا، إيه الفرق؟ طالما تركت ديارك وملاعب صباك كل الدنيا عندك واحد. سنقول ما قاله لنا نبينا كائنا في ذلك ما يكون. فلما جاء جعفر قال لهم ما هذا القول الذي تقولونه، وما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم؟ قال جعفر أيها الملك كنا أهل جاهلين نعبد الأصنام ونأتي الفواحش ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف ونقول الزور ونقذف المحصنة
وقعد يعدد له بقى الموبقات اللي كانت في الجاهليه. فبعث الله الينا رسولا من انفسنا نعرف اباه وامه، امرنا بصدق الحديث وحسن الجوار، وقال ضد الموبقات اللي انا قلتها، وامرنا بالصلاه والصدقه والعفاف، وامرنا ان نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، فعدا علينا قومنا وظلمونا وارادوا ان يردونا الى عباده الاوثان من عباده الله، وأن نأتي ما كنا نأتيه من الفواحش وقطع الرحم وإساءة الجوار وقذف المحصنة وقول الزور، فلما قهرونا وشقوا علينا وظلمونا خرجنا وجئنا إلى جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. آدي حال الجاهلين. الصحابي الآخر الذي بين حال العرب قبل الإسلام هو المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وهذا الخبر رواه البخاري في صحيحه في كتاب الجزية والموادعة من حديث جبير بن حية قال: ندبنا عمر رضي الله عنه إلى غزو كسرى وأمر علينا النعمان بن مقرن، فلما اقتربنا من العدو قام ترجمان كسرى في 40,000 وقال: ليكلمني رجل منكم. فقام المغيرة بن شعبة فقال له ترجمان كسرى: ما أنتم؟ ما أنتم؟ يقول الحافظ بن حجر: قال لهم ما أنتم، ولم يقل من أنتم احتقارا له، لأن ما إنما تقال للجمادات بخلاف من تقال لبني آدم. ما أنتم؟ قال المغيرة: نحن قوم من العرب أصابنا بلاء شديد، كنا نمص الجلد والنوى من الجوع، ونعبد الشجر والحجر، ونلبس الشعر والوبر، فبينما نحن كذلك إذ أرسل إلينا رب السماوات ورب الأرضين جل ذكره رجلا منا نعرف أباه وأمه، فأمرنا أن نقاتلكم أو تؤدوا الجزية، وأمرنا نبينا عن رسالة ربنا أنه من مات منا دخل جنة لم ير مثلها، وأن من عاش منا ملك رقابكم. الصحابي الثالث هو المقداد بن الأسود رضي الله عنه، وخبره في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله بسند صحيح. طبعا إذا روينا حديثا للإمام البخاري خارج الصحيح نذكر درجته، يعني ما ينفعش مثلا تقول رواه البخاري في صحيحه بسند صحيح، هذا قبيح عند أهل العلم، لكن إذا كان الحديث خارج صحيح البخاري في مصنفات البخاري الأخرى زي الأدب المفرد، زي جزء رفع اليدين، زي القراءة خلف الإمام،
زي التاريخ الكبير أو الأوسط أو الصغير إلى آخر هذه الكتب، أنت تقول إيه بإسناد صحيح. ليه؟ لأن البخاري رحمه الله لم يتحرى الصحة في هذه الكتب، إنما تحرى الصحة في صحيحه الجامع المشهور اللي هو البخاري يعني. فروى البخاري في كتاب الأدب المفرد بالسند الصحيح عن جبير بن نفير رحمه الله قال: كنا جلوسا عند المقداد بن الأسود، تعرفين المقداد من السابقين، فقال له رجل: طوبى لهيتين العينين اللتين رأتا رسول الله، بيحسده، طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله، والله لوددنا أننا رأيت ما رأيت وشهدنا ما شهدت. فاستغضب غضب المقداد غضبا شديدا. قال جبير: فعجبني، ما قال الرجل إلا خيرا. أنتوا شايفين الكلام ده في عيب يعني؟ ها؟ أبدا ولا في أي حال. قال المقداد: أولا تحمدون ربكم أنكم خرجتم لا تعرفون إلا ربكم ونبيكم؟ قد رآه قوم كبهم الله على وجوههم في النار. أتأمن يعني أن تكون هذا الرجل بتقول كان نفسي أشوف شفت، أتأمن أن تكون كأبي جهل ولا كأبي لهب؟ ما هم رأوه أيضا. أولا تحمدون ربكم أنكم خرجتم لا تعرفون إلا ربكم ولا تعرفون إلا نبيكم، وقد كفيتم البلاء بغيركم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث في شر حالة قط، بعث في قوم ما كانوا يرون عبادة أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بدين فرق بين الوالد وولده وبين الزوج وزوجته إلى آخر الحديث الذي ذكره، هذا الذي يعنيني من كلام المقداد بن الأسود. هؤلاء العرب الذين كانوا يعيشون على هامش الدنيا ويعبدون غير الله عز وجل، صاروا كما يعلم العالم كله، صاروا أنجما في السماء. يا ترى خرجوا من الجب إلى مناط النجوم، أكانوا بشرا ونحن لسنا من جنس البشر؟ لماذا عزوا وذللنا؟ هذا قانون العز أيها الناس، هذا قانون العز. بدل ما احنا عملين مصر وشايفين وزعلانين على هذه الأمة وفعلنا ما فعل صاحب الكلب بالكلب، نريد أن ننهض من هذه الغفوة مرة أخرى ونفعل مثل ما فعل الصحابة. احنا عندنا مثلا الولد الذي لا يصلي، الوالد لا يتخذ معه أي إجراء إلا الموعظة ويزعل منه ويمنع منه المصروف وبس. أنا بقول لك إذا بذلت معه الجهد ولم ينصع اطرده من جد. الصحابة كانوا بيعملوا كده. يا جماعة ما تقوليش بقى المجتمع الفاسد والحشيش والأفيون والهيروين والكلام، لا تجعله قانونا. وأنا أقول برضو هذا الكلام لا يعم، إنما له قرائن. أنت ممكن تستشير حد من أهل العلم، فعلت وفعلت وفعلت وفعلت، ماذا أفعل؟ يحتال لك حيلة، طب اعمل كذا، طب خليك تسوي كذا. إذا أيست منه طلعه منه، ما يكونش معك. لكن نحن ورثنا جزءا من ضعف آبائنا،
الأب في طبقة أبينا امشي جنب الحيط، حيطة لها ودان، أنت وحدك لن تصلح العادة. قتلوا المواهب، قتلوا المواهب عند جيل أبنائهم، تعودوا أن يكونوا ذيولا، يرجع لورا على طول وخايف على لقمة العيش والكلام. طبعا هذه ليست دعوة للتهور أبدا، لكن أريد أن أبين الفرق بين جيلهم وبين جيلنا، وأنا أعلم أن بيننا وبينهم مئات القرون وأن الدنيا تغيرت، أعلم هذا، لكن لم يكن الصحابة يسمحون لأحد أن يخالف النبي عليه الصلاة والسلام حتى ولو عن غير قصد، كانت تأخذ منه موقفا. في الصحيحين من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه أن الزبير بن العوام اختصم مع جار له من الأنصار في سقيا الماء، كل واحد يريد أن يسقي أرضه، وكانت أرض الزبير أعلى من أرض الأنصار قليلا، عاملة زي كده. فلما جاء الماء، وانت عارف كان هناك مواتير ولا رافعات ولا الكلام ده، الماء لما عندما يكون كثيرا بيصعد، فأراد الزبير أن يسقي أرضه أولا. ليه؟ لأن أرضه في العالي والأنصاري أرضه منخفضة، فلو أن الأنصاري سقى أرضه لاستوعبت الماء ولم تصعد الماء، يمصعد الماء لمين؟ لأرض الزبير. فالزبير قال له كده، قال له أنا أسقي أولا وانت تسقي بعدين. أبى الأنصاري. من الحكم؟ النبي عليه الصلاة والسلام. راحوا هما الاثنين للنبي، قصوا عليه الحكاية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصار، فهو قال: أن كان ابن عمتك، عشان هو ابن عمتك حكمت له؟ فتلون وجه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: اسق يا زبير ثم احبس الماء، لن يسقي أرضه. طالما قال هذه الكلمة، قال الزبير: فأحسب أن هذه الآية نزلت فينا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي الصحيح أيضا، صحيح مسلم، من حديث أبي قتادة العدوي قال: كنا جلوسا عند عمران بن حصين، عند عمران ابن حصين رضي الله عنه، فحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء خير كله، الحياء خير كله، أو إن الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير بن كعب، وكان رجلا يجلس في المجلس: إنا لنجد في الكتب أن منه ضعفا. فغضب عمران حتى احمرتا عيناه وقال: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله، ثم تقول إن منه ضعفا؟ أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن الكتب؟ والله لا كلمتك أبدا. فقلنا: يا أبا نجيد، هذه كنية عمران، يا أبا نجيد إنه منا، هذا أخونا ملتزم برضه، هذا منا، إنه طيب الهوى، ده راجل عشرته جميلة وراجل خلوق وأدوب وكويس وبتاع، لا يقصد يعني يعارض النبي عليه الصلاة والسلام، تمام، ولا زالوا مع عمران حتى سكن غضبه. هو لم يفرق ما بين الحياء والخجل، الخجل آه، لكن الحياء لا، الحياء لا يأتي إلا بخير.
الحياء أن تقول كلمة الحق بأدب، تغلطش. الخجل لا. في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يعظ أخاه في الحياء، يقول له إنه أضر بك. بقول له يا أخي دايما تتكسف، كل ما تتكسف أي واحد بيجح ياخد منك الحاجة. الله السعادة جميلة، جبتها منين؟ يوم مكسوف والدهال. إيه الألم الجميل اللي بيلمع فيه ده؟ ده إيه الجميل ده؟ جبته منين ده؟ يوم الدهوله. ناس شغالة كده بقى، خلاص كل حاجة يقول له الله ده جميل، يقول له من كسوف مكسوف. فهو الرجل بيعز صاحبه، بقول له الحياء اللي انت فيه ده أضر بك، كل حاجة بتتاخد منك والكلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. نهاه حتى وإن أضر بك فإن الحياء من الإيمان. وإحنا عندنا يعني كلام بعض الناس يظنونه حديثا وهو ليس بحديث، ولم أجد له إسنادا لا صحيحا ولا ضعيفا ولا موضوعا، كلام يمكن لبعض الناس، وبعض الناس صيره حديثا. يقول لك إيه؟ ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام. هذا ليس بحديث، يمكن يتفق مع حديث ابن عمر. ها لو انت يعني واحد يستحي حاجة وقلت له الألم ده جميل والله انا اتفضل واخده، مش حرام ولا حاجة. حرام ليه؟ لا، لكن هناك حديث آخر ينبغي على البجح انه يراعيه كمان. كلام ده مش نعم، الكلام ده مش لينا. منور يا مولانا. انا عرفت ان بيقولوا فحوش عيسى منور يعني ام مش. ها ما اعرفش العهده على الشيخ علاء والذي قال هذا منور، واحنا كنا بنقع في الغلطه دي ان الراجل يقعد عشان ياكل نقول له منور، ما بيقومش برضه عندنا. الحديث اللي هو ايه؟ لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه. ها يعني المساله ايه؟ لكن عايز اقول الذي ان اخذ انسان من انسان شيئا وخجل دفع ما منعه حياؤه ان يقول لا، اللي خد الحاجه مش حرام عليه، بس عشان ما يقولش ايه ان ارتكب سيئه وارتكب حراما ويقتص منه يوم القيامه والكلام. المهم أن عمران بن حصين أنكر وغضب وقال لا كلمتك أبدا. عشان كده هل بشير بن كعب كان يقصد أن يعارض النبي عليه الصلاة والسلام، يعمل راسه براسه ولا يتكلم كلام مخالفا لكلامه؟ أبدا، لا يمكن. بل خذ هذه في حديث ابن عمر أيضا وفي الصحيح أن ابن عمر قال يوما وابنه بلال جالس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، أو إذا استأذنت أمة أحدكم أن تذهب إلى المسجد فلا يمنعها. فقال بلال في رواية أخرى خالد الصحيح سأمنع أهلي، فمن شاء أن يمنع أهله. فقال له ابن عمر والرواية خالد الصحيح لعنك الله ثلاث مرات، وفي رواية أخذ كفا من الحصى وقذفه به، وقال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعه ثم تقول سأمنع، وقام مغضبا وبكى. يقول الراوي ولم يأذن لابنه أن يدخل عليه حتى مات، وكان ابن عمر مريضا. مات ابن عمر كل ما يقولوا له الولد عايز يدخل بيت يسلم عليه يأبى، مع أن بلالا
ما قصد أن يخالف النبي، ده كلامه يلتقي مع كلام عائشة في صحيح البخاري، قالت عائشة: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثته النساء لمنعهن المساجد. ده كان زمان مين؟ عائشة؟ لا، ده في أخوات بيكلموني إن في بعض النساء لما بيجوا إلى المسجد منتقبات بيجوا كانوا خارجين من الكوافير، حاجة يعني مفتخرة، لا إشكال طبعاً أنها تعمل حاجة زي كده، بس جاي المسجد بكامل هيئتها وزينة تعمل إيه؟ ما هو مجتمع المساجد بيجمع رعاع النساء، الواحدة ممكن تاخد صفة المرأة تقول له تعرف فلان، أو عارفه صاحبي، تعدى مراته أمر، ده تقول له الأمر يوم 29 أمه نقعد مطرح، مش 29 أكبر من 14؟ ها؟ ها؟ 29 قد كده؟ ها؟ وتصف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة، تصفوها لزوجها كأنه يراها. وطبعاً مراته ما بتقولوش كده، ده كلام دردشة، وإلا هي لو عارفة أن المسألة ممكن تتقلب عليها وتجوز عليها وبتاع عمرها ما تقول. ها؟ ما فيش واحدة تصف جمال واحدة ليه؟ لزوجها. لكن أنت عارف كتير منهم إيه؟ ما يقصدوش يعني لا يفشوا مش عارف إيه ولا يعملوا إيه ولا كده. أيام عائشة رضي الله عنها، ترى ما الذي فعلته النساء في أيام عائشة حتى تمنع من المسجد في ظنها؟ كلام عائشة رضي الله عنها يلتقي مع إيه؟ مع كلام بلال من وجه. أنت تأذن لمرأتك أن تذهب إلى المسجد، ترجع مقلوب عليك، ده أنا بعتك عشان تصف يديك رجليك بين يدي ربك، رجع مقلوبة ليه؟ واحدة قالت لها: بقى أنت يا أخي ما بشوفكيش ليه؟ والله زوجي منعني. منعك؟ ده احنا ازاي الكلام ده؟ احنا بعد الثورة، ازاي منعك والكلام ده؟ والله كابس على نفسي ومنعني والكلام ده. لا، ده انا بنزل الجامع على طول. طب قولي لي بقى بتنزلي ازاي؟ اقول لك بقى تعملي فيه ايه؟ ها؟ ما يجراش حاجة، ما انا عارف ان في النساء بيسمعوا طبعا، عادي عادي، انا مش من اهل البلد وهرب، عادي مفيش مشكلة. طب اقول لك بقى انا عملت فيه، اعملي فيه كذا وكذا ومش عارف بتاع، ترجع ست مقلوبة على زوجها، وانا كل ما ابعتك الجامع عشان تصلي وتصلي ركعتين وتخزي الشيطان تيجي مقلوبة عليا؟ طب ما اناش موديك المسجد. هو بلال كان يقصد هذا، اذا ذهبت المرأة الى المسجد فنشزت بأن التقت بواحدة ناشز والطبع سراق كما يقال، وتاخد منها وتعمل والكلام ده، لا، ده انا منعها من المسجد على طول، ولا إثم علي ولا حرج، ولا يقال انا مخالف النبي فيه عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث لا تمنع إماء الله حديث ابن عمر زيادة، قال: وكانت عاتكة بنت زيد، تمام، امرأة لعمر بن الخطاب، وكانت تصلي دائما في المسجد، وكان عمر رجلا غيورا، وهو عارف الحديث لا تمنعه وبيصلي في المسجد، فيوم عمر يقول لها ايه؟ يقول لها: والله انك لا تعلمين ما احب، انك انت تصلي في البيت ما تطلعيش درجة غيور. تقول له ايه؟ امنعني. ما يعرفش يمنع ليه؟ في حديث لا تمنعوا اماء الله، هي دي النساء، لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. خلاص عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنده الحديث وعارف الحكم، يقول لك: انك لتعلمين ما احب. بس الكلام ده حيث امنت الفتنه، ده كان عمر الخطاب، ده زمان عمر، كأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمت، كل حاجة على حالها، وكان هو الإمام.
فإذا كان الواقع مثل واقع عمر ومثل المدينة ومأمونة، والكلام ده ممكن يكون في البلاد الصغيرة مش المدن الكبيرة زي القاهرة والإسكندرية والكلام ده ممكن. فكان يقول إنك لتعلمين ما أحب، تقول امنعني، فلا يستطيع عمر رضي الله عنه أن يمنعني. في الصحيح أيضا صحيح البخاري ومسلم أن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه رأى ابن أخي له يحذف، يحذف مع نبلة وبحط كده حصاز حبات الفول وإيه ويرمي بالنبلة كده، فقال له يا ابن أخي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحذف أو عن الخذف، وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا. لما تيجي تحارب عدوك مش هترميه بحصوه بنبلة، وفي نفس الوقت غزال معدى عليك وعايز تصطاده مش هتصطاده بحبايه الفول. انها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تفقأ العين وتكسر السن. لو نزلت عين واحد تخرقها، ولو جلس على سن واحد تكسرها. اذن لا فائده منها وثبت ضررها. الولد كانه ايه امتثل. ذهب عبد الله المغفل المشوار كده وهو راجع لقى الواد ايه برضه شغال بالنبي. قال أقول لك كره رسول الله صلى الله عليه وسلم الخذ وتفعله؟ والله لا كلمتك أبدا، ما كانوا يسمحون لأحد كائنا من كان أن يخالف النبي عليه الصلاة والسلام في حضرته. في كتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري أن سعد بن إبراهيم أحد العلماء الكبار كان جالسا مع ابن هشام المخزومي أمير المدينة، فجاء اثنان يختصمان، فقال أحدهما أنا ابن قاتل كعب بن الأشرف، ده من ذرية محمد بن مسلمة. محمد بن مسلمة ده الصحابي الذي قتل كعب بن الأشرف اليهودي، كما في صحيح البخاري لما النبي صلى الله عليه وسلم قال من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله، فمحمد بن مسلمة قال أنا له، هل تأذن أن أقول له؟ أخدعه يعني وأقول له مش عارفين الكلام ده. قصة معروفة أنه في الآخر قتله، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك. فابن محمد بن مسلمة عايز يعرف نفسه للقاضي، بقوله أنا ابن محمد بن مسلمة قاتل كعب بن الأشرف. فقال خصمه وكان رجلا من بني حارثة والله ما قتل إلا غدرا. يعني يعني زي النبي يقول هذا الحقير إن الفاشية بدأت في فتح مكة، الفاشية الإسلامية بدأت في فتح مكة على يد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الحقير الكافر بالله في أمة جللها الهوان. يوم ما بعض إخواننا أفتى وأشيع عنه خطأ في فتوى، بس طيروها كده بجواز قتل جبهة الإنقاذ. رئيس الوزراء الذي لا يتكلم تكلم، وليس من عادة رئيس الوزراء أنه يستنكر فتوى شرعية خطأ ولا صح، مش شغلته، لكنه تكلم وأصدرت الرئاسة بيانا يستنكرون فيها هذه الفتوى، فتوى أحد المشايخ، الرئاسة تقوم لها ورئيس الوزراء يتكلم. طب هذا الحقير اللي طلع في التلفزيون وقال لا خطوط حمراء عندي، قال له تعالى ده احنا بعد الثورة كلنا بنكسر الإشارة عاد،
لا خطوط حمراء، يقول الفاشية الإسلامية جاءت مع فتح مكة وعادي خالص، يروح البيت ولا بتاع، ولا في قضاء عندنا ولا حد يرفع عليه قضية ولا أي حاجة، عادي خالص. ده بقى بيقول في ما قتل إلا غدرا، يعني كأنه بيتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغدر. قال سعد بن إبراهيم: فانتظرت ابن هشام المخزوم الأمير، ده يعمل حاجة، يديله قلمين يسجنه يجلده. قال: فلم يغير شيئا. ثم صار سعد بن إبراهيم قاضيا في المدينة، فقال لشعبة مولاه، له مولى اسمه شعبة: تذكر الحارثي الذي قال كذا وكذا؟ قال: نعم. قال: لله علي إن لم تأتني به لأوجعنك. بينه وبينه طار الكلام ده، بقاله مدة مش ناسهاله، يتهم النبي عليه الصلاة والسلام بالغدر، أنا ما سيبهالوش أبدا، يسب أبي لكن ما يقربش من النبي. قال: أتني به. قال: فوافيته في صلاة العشاء، في صلاة الفجر، وكان زمان برضو عايز يقفشه يبقى في الفجر زي زوار الفجر كده. فصلى بجانبه وأمسك وأخذه إلى سعد بن إبراهيم. قال: أنت الذي تقول ما قتل كعب بن الأشرف إلا غدرا وجلده 150 صوتا. وقال: لأجلدنك ما بقي لي عليك سلطان. طول ما لي عليك سلطان هجلدك، عشان الكلمة دي. هؤلاء ما عزوا إلا أنهم جعلوا النبي صلى الله عليه وسلم في القمة، ولم يجعلوا أحدا بجواره إطلاقا، وتأدبوا بما أدب الله عز وجل به المؤمنين، وكانوا أسرع الناس استجابة له إذا أمر. أختم بجزء من حديث أبي اليسر، وهذا الحديث رواه مسلم في أواخر صحيحه، من حديث عبادة بن الوليد، الوليد بن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت رضي الله عن الجميع. قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، فلقينا أبا اليسر، صحابي كنيته أبو اليسر، ومعه غلامه، ومع الغلام ضمامة من صحف، معاه كمبيالات وشيكات، وأبو اليسر رجل له من اسمه نصيب ميسور، فمسلف ناس، وحان موعد الكمبيالات أو الشيكات، فمعه الغلام شايل الشيكات والكمبيالات وماشيين يلفوا على الدور عشان يحصل الايه؟ الفلوس بتاعه، ومعه غلامه، وهذا الغلام معه ضمامة من صحف، وعلى وجه أبي اليسر سفعة من غضب، زعلان. فقلت له: يا عمي ما لك؟ قال: كان لي دين على فلان ابن فلان الحرامي، مش حرامي، ها، من بني حرام يعني، ها، فلان ابن فلان الحرامي، فلما يعني فسألت عنه أثم هو؟ قالوا: لا. فخرج علي ابن له جفر، ابن لهذا المدين، جفر يعني ناهز الشباب، يعني العيال اللي لسه ايه ما بيعرفوش يكذبوا، ها، ما يقولوش ابويا بيقول لك انا مش هنا، لا، ما يعرفوش اللوع ده. فقلت: يا بني اين ابوك؟ قال: سمع صوتك فدخل أريكة أمي، دخل تحت السرير، تمام. قال:
فناديت يا فلان اخرج الي فقد علمت اين انت. الولد فضح فخرج وقال والله ليس عندي وفاء، ما عنديش فلوس الذهاب، وخشيت ان احدثك فاكذبك او ان اعدك فاخلفك، وكنت صاحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عايز يقول له شرف الصحبه ده انا ما اعرفش اكذب عليك، ده انت صاحب النبي وانا ليس عندي وفاء، خشيت ان احدثك فاكذبك او ان اعدك فاخلفك. والنبي عليه الصلاه والسلام كما في حديث عائشه في الصحيح قالت يا رسول الله اسمعك تستعيذ بالله من المأثم والمغرم، دائما بعد الصلاة يستعيذ من المأثم والمغرم، تستعيذ بالله من المغرم. قال يا عائشة إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. صدق رسول الله. أي واحد عليه دين مش عارف يوفيه لازم يكذب ويعد فيخل. والله انا السيره بتاعت مراتي خدتها وبعتها ونعمل مشروع صغير كده وهيطلع ارباح، والارباح لما تطلع هديك ان شاء الله. ولا مع مراتي عندها سيره ولو عندها مش عارف يبيعها والكلام ده. طب بعد ثلاث شهور مسألة تكون تحسنت مش عارف ايه، ثلاث شهور بالظبط عدهم 90 يوم وتعالى تلاقي فلوسك على الترابيزه. خلاص؟ المدين الذي لا يجد وفاء يقع فيها. هو قال له كده انا ليس عندي وفاء وخشيت ان احدثك فاكذبك او ان اعدك فاخلفك وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له ابو الياسر الله بالله انت ما عندكش فلوس تسدني؟ قال له الله. 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 قال له هات الكمبيوتر بتاعته. اخذها ومزقها وقال إن لم تجد، قال إن وجدت وفاء فوفي وإلا فأنت في حل. ثم التفت إليهم فقال بصر عيني هاتين وسمع أذني هاتين ووعاه قلبي وأشار إلى مناط قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. أو حديثا عن أول ما قال له بالله أنا ليس عندي وفاء مزق. أنت رجل ميسور عندك مال، اوعى تقول ما أنا لو سبت ده وسبت ده وسبت ده هفلس. لا، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه. دي الأريحية اللي كانت عند الصحابة، عنده حديث ما يخلفوش، يسمع الأمر فينفذ. في الصحيحين من حديث كعب بن مالك أنه كان له دين على ابن أبي حدرد، عبد الله بن أبي حدرد صحابي برضه، وكعب له فلوس عند ابن أبي حدر، والتقوا في المسجد، طالبه بالوفاء، عايز الفلوس ما عنديش، لا عايز ما عنديش، عايز ما عنديش، علت إيه؟ أصواتهما. النبي صلى الله عليه وسلم الحجرة بتاعته ملحقة بالمسجد، فلما سمع الصوت عالي، تعرفين المسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان كده يعني حاجة بسيطة مش، والصوت عالي، وفهم القصة، رفع الستارة اللي بين الغرفة الحجرة وبين المسجد وقال يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، قال ضع شطر مالك، شطر دينك، اتنزل على النص. قال له قد فعلت. قال لابن أبي حدر قم فاقضيه. سقط نص الدين، ما قالوش لا. هذا النفس الزكي من الاتباع
اللي هو مقتضى النصف الآخر من الشهادة، وأشهد أن محمد رسول الله أي لا شريك له في الاتباع، هذا النفس الزكي استمر في الأمة إلا إلى أن دب إليها داء التعصب، وصار أقواما يقدمون أقوال الأئمة على قول النبي عليه الصلاة والسلام. ولله در محمد بن سعيد الحنفي، وهو أحد مشايخ الحنفية المتأخرين في المدينة، وله أرجوزة جميلة أقتطف منها بعض ما قال. قال رحمه الله وهو يتكلم عن الأئمة الأربعة الذين أوصوا أتباعهم ألا يخالفوا النبي عليه الصلاة والسلام ولا يقدمون أقوالهم على قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال رحمه الله: وقول أعلى منه دا لا يعملوا بقولنا بدون نص يقبلوا، فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث، قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرضا على الحديث والكتاب المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول، ومنه مردود سوى الرسول. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا. فانظر ما قالت الهدات الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا النفس الزكي استمر في هذه الأمة، أخذه التابعون عن الصحابة وأخذوا أتباعهم عنهم عن أتباع التابعين عنهم حتى وصل إلى الأئمة المتبوعين، فعظموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا أن يحملوا وزر هذا التعصب أحياء وأمواتا. إذن إخواني، مشكلتنا في كلمة واحدة وأطعنا، المشكلة في عصينا حلها في أطعنا. وأختم بأن أقول: يا أيها الناس، إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.